مختار شنح من كفر الشيخ. الخلف طبيعته حساس وأليف، يعني يحب الحنية، وكل حتى أثناء المعاملة معاه كل ما حضرتك تطبطب على رقبته كده يقوم يعني يحس بالألفة والحنية اللي بينك وبينه. فمع أي حصان بتيجي الشهادة بتاعته بيجي نسبه، بيتسمى النسب من ناحية الأم ومن ناحية الأب. نسب الحصان بيبقى مكتوب في الشهادة بتاعته. خل مبني يعني تربيتها على المحبة، إذا الإنسان محبهاش مش هيربيه. لذلك يعني بالنسبة لمعاملة الخل لازم يبقى فيه ألفة بينك وبين الحصان أو الفرس. حتى إذا استدعى الأمر في حالة أمراض مرض وتستدعى إن أنت تدي حقنة أو كده، ما بستخدمش الحقنة في مكان الحصان اللي هو المكان اللي هو بيبات فيه. على أساس يعني بحيث إن أنا لما أخش عليه بعد كده يديني يعني الأمان ويبقى مطمئن. تسأل من المعاملة السيئة؟ يعني هو يجب مثلا ان هو ما ينضغطش زياده عن اللزوم، او بمعنى يعني ما يعملش مجهود زياده عن اللزوم. واللي راكب الحصان بيحس بيه، راكب يعني هو مجرد ما بيه هو بيركب الحصان بيحس بيه ان هو ابتدى يزعل امتى، فيجب ان هو ما يطولش عليه او ما يزودش عليه، لان ما يزود عليه بيوصله لمرحله ان هو يزهق. فيجب يعني المعامله تبقى ايه حاجات كده في الاول، كل مدى يعني ان كان في حكايه الراس كل مدى حاجه بسيطه كده وخلاص. يعني في الاول ممكن يعني بالنسبه للسلام يعني ما تعرفش حاجه في الاول. تمام. ممكن حضرتك بنبتدي تضرب هنا، هي مجرد ما تتني دراعها بس تانيه، اي تانيه صغيره بيبتدي واحد يوطي ياخد ايه دراع. ياخد دراعها الرجل. تمام. هنا بنسموها الدراع. تمام. يبتدي يرفع دراعها. يبتدي يرفع دراعها زي كده مثلا، يمسك دراعها كده في البدايه وبتعلم، ويبتدي ايه يعمل لها عمليه تدليك كده بحيث انها تطمئن وانها تحب يعني تمام ان هي مرفوع لها كده. تمام. في حاجات تانية مثلا ان هو ممكن الرجلين يتربطوا بحبل، وبعمل كده برضو بحيث ان واحد يشد بحبل يبتدي ايه يعرف. تمام. بيتعلم عند سن معين، يعني ممكن بعد 3 سنين بنبتدي نحط فيه اللجام ان هو يتعود عليه، لان الحصان اذا ما كانش يعني بقه ارتاح على اللجام واطمئن اللجام ما يرقص الا ان كان اللجام يعني هو حنكه ارتاح فيه. وبنبتدي بعد كده نروضه ان هو نمشيه، بنعتبر دي بتتسمى في حكايه الراس بتسمى مسار، ان هو يبتدي يمشي مشاوير وكده عشان يبتدي يربى عضلاته ونفسه ويقوى يبقى عنده قوه تحمل. وبعد كده بيتاخد حاجه اسمها لنشات كده باللجام، يلف شمال ويمين كده، وبعد كده بيبتدي ايه بيبتدي يكون عضلاته ثابت، بيبقى جاهز بقى ان انت ايه تبتدي تعلمه الرأس. اما بالنسبه للرأس فهو مش لازم رأسه على مزمار، هو الرأس هو كعلام بيتعلم بره عادي. والمزمار بقى جوه ده زي ما يكون حضرتك مثلا شفت زي المسلسلات والافلام كده. يعني بيصوروا حاجه ويدخل لك موسيقى حاجه تانية، فهو الطبل اثناء رأس الخيل كبيدي شكل بس، انما هو الحصان في تدريبه وعلامه بيرقص بره كده عادي.